بقى المهم يا استاذ ونخلي بالنا منه قوي يا استاذ فضيه لو سمحت. ايه يا استاذ عصام؟ هو انا عمري ما شلت خواتم غاليه؟ ده انا طول عمري بشيل الحاجات الغاليه جدا. تسمح ثواني يا استاذ بالنبي؟ اتفضلي يا هاني. الله، هو ده من ابو خمس قراريط؟ هو ده خمس قراريط الماس حر يا مدام. ده تحفه. ايه رايك؟ ده يخلي الصوابع تتكلم. بقول لك ايه، مش ده اللي كلمتني عنه؟ مظبوط، هو ده اللي اتكلمنا عليه. خلاص اعتبره بتاعي، انا اشتريته. خلاص ازاي؟ خلاص ازاي يا مدام؟ ما ينفعش. مدام تهاني لو عرفت تبقى مشكله كبيره. وهي مدام تهاني لسه شافت الخاتم؟ هو مش برضه يا اخويا حضرتك واخد لها الحاجات دي عشان تفرجهم لها؟ ايوه. خلاص اعتبر ان الخاتم ده ما كانش موجود من اصل. عموني مدام بدريه سيبيه يروح بيهم، وكده كده اعتبر الخاتم بتاعك. الله، طب وفرت شافته وعجبها واخدته؟ هجيب لك احسن منه يا ست الكل. بس انا مش عايزه الاحسن منه، انا عايزه ده. جرايه من هي عافيه ولا ايه؟ هو انا عشان ذوق معاكي حسوق فيها ولا ايه؟ جرايه يا راجل انت بتكلمني كده ليه؟ هو ده كلام؟ والخاتم هيروح لمدام تهاني؟ يعني هيروح لمدام تهاني؟ اهدى بس يا استاذ فضالي، نروح نحله بس بهدوء، موضوع بسيط. يا استاذ عصام بدل ما تقول لي اهدى قول لها هي يكون عندها شويه ذوق وشويه دم. لا لا ما تغلطش، ولا كلمه واحده وهتلاقي الجزمه فوق دماغك. جزمه الفضالي؟ جزمه على دماغك ودماغ اللي ربوكي كمان. طب هو عشان تبقى هو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي دلوقتي حالا. الله، ما هو لازم يعرف ان ورايا رجاله. ضربت الراجل في المحل يا بدريه؟ طب هو فين دلوقتي؟ معرفش، سبته في المحل ومشي. لا اله الا الله، ما تزعليش مني يا بدريه، غلط قوي انك تعملي كده معاه. غلط بقى ولا مش غلط، اهو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي. هيجيلي يعني هيجيلي؟ طبعا حقك لازم يجيلك، وحتى لو غلطانه ما ينفعش راجل يمد ايده على واحده ست يا احمد. طب والخواتم؟ الخواتم فين يا بدريه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يقولوا عنك في الخناقه والدب تعرف تمنه. احنا فيه ولا فيه دلوقتي يا فتحي؟ دكتور ما تعرفش يا سيدي. الناس هتسمع صوتنا من الباب. لا اله الا الله. اهلا يا باشا، اهلا وسهلا، نؤمر يا فندم. مش ده برضه منزل بدريه عرفان؟ ايوه يا فندم. هو هي فين؟ مش موجوده في الحقيقه، يعني في مشوار كده. طب احنا عايزينها في الاسم. خير يا حضرتك، تسال على بدريه ليه؟ في محضر معمول ضدها، ضربت واحد وهيحتاج علاج اكتر من 21 يوم. 21 يوم؟ طب اجي انا معاكم، انا جوزها ابو عيالها. احنا عايزينها هي اللي تيجي معانا. هي مش موجوده دلوقتي، مش موجوده في البيت. انا هسيب خبر اول ما تيجي على الجامع على طول. ها احمد حصلني. اتفضل يا باشا. يا محمد. نعم. اول ما تيجي مرات الحاجه هاتها وتعالى لنا على القسم على طول. ان شاء الله. بصراحه حاولت معاه بس هو راكب دماغه برضه. مدام بدريه زودتها قوي الحقيقه. ما انا عارف انها حمائيه، بس حصان بيه ضروري تشوف لنا اي حل معاه. ما هو المشكله انه راكب راس ومستقوي، اصل ده سكرتير المحافظ، وكان واخد الخواتم دي لمرات المحافظ. يا نهار ابوك اسود، المحافظ ومرات المحافظ؟ يعني بدريه راحت في ده يا احمد؟ نهارنا اسود النهارده. لا 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 اسود ولا حاجه، نهارنا زي الفل يا حجيجه. انت قلت لي اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ فضالي. لو سمحت والله يا حضره الضابط، بعد اذن حضرتك لو ممكن تسمح لي بس اكلم الاستاذ فضالي كلمتين بس على جنب. والله دي حاجه ترجع للاستاذ فضالي. فضالي اللي اتضرب واتبهدل النهارده. انا لا هقول كلمه ولا كلمتين، انا هاخد حقي بالقانون. طيب ومين اللي قال لحضرتك ان احنا مش هندي لك حقك؟ احنا هندي لك حقك، بس عايزين نتكلم معاك كلمتين انا والحاج على جنب. بعد اذنك لو سمحت. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل. على مهلك على مهلك، الله يكرمك. على مهلك الله يكرمك. الف سلام عليك يا سعاده الباشا. الف سلام. انتوا عايزين ايه؟ ولا اي حاجه، احنا عايزين نتعرف يا سيدي. عايزين نتعرف يا سيدي. اعرفك بالحاج فتحي اخويا الكبير وزوج مدام بدريه. زين ما اخترت يا اخويا. اكرمك الله يا فندم. وانا الحاج احمد توفيق. احنا تجار كبار ولينا وزننا في السوق. انا مالي اذا كنتوا تجار كبار ولا صغيرين؟ اهدى اهدى، بص راسك اهدى. ساقي عليك النبي تهدى، احنا عايزين نرضيك ونجيب لك حقك لغايه عندك، بعيد عن الاقسام والكلام الفاضي ده. وبعدين بدريه يرضيك يعني انها تيجي وتتبهدل هنا في الاقسام؟ احنا عمرنا ما دخلنا اسم. لازم تتبهدل عشان تعرف ان هي مدت ايدها على الاستاذ فضالي. تعرف ازاي يا فندم؟ تعرف ازاي؟ ده انا لما عرفت ما صدقتش ان ده حصل مع حضرتك. لا اله الا الله، يحصل معاك انت؟ انت انت فضالي بيه، انت يلي سمعتك سبقاك. ها؟ و-
وانت تعرفني منين بقى عشان تعرف ان سمعتي سبقاني؟ اعرفك منين ازاي بقى؟ لا اله الا الله ولا يخفى القمر. طب بعد اذنك حاج فتحي، اتفضل. انت عارف بقى ان هم بيقولوا ان سياده المحافظ ما بيعرفش يعمل اي حاجه الا باستشارتك. صح، قول الكلام تاني لمرات اخوك. هنقول لها سعاده الباشا، هنقول لها انت بتعرفش احنا هنعمل فيها ايه. انا شخصيا هديها بالجزمه، اه والله، وهجيب لك حقك لغايه عندك. لا كمان بقى سعادتك بقى، وده من عندنا بقى، الخاتم اللي انت كنت عاوزه اعتبره موجود للهانم ومن غير ما تدفع ولا مليم. ازاي يعني؟ ازاي يعني يا سيدي؟ اسمع اللي بقولك عليه، واكتر كمان، اللي انت عايزه هنعمله لك. والله العظيم ما هتندم يا استاذ فضالي، وهتبقى اشتريتنا بذوقك وكرم اخلاقك. والله ما هتندم، ده احنا رجاله 10 على 10. بص بقى، هتبقى اشتريت رجاله ومش اي رجاله، بس تنازل الاول عن المحضر. لا مش هتنازل على المحضر، اركن المحضر عند الضابط لحد ما اعرف هتدوني حق ازاي. يعني ايه حقيقه؟ ابوس دماغ مين؟ ده انا لو شفته تاني هديله بالجزمه على دماغه. يا بدريه، ابوس دماغك انا؟ ابوس دماغك انا لم الموضوع؟ هتروحي في حديد، ده سكرتير المحافظ. سكرتير المحافظ على نفسه يا حبيبي، مش عليا. يا بدريه، المحضر لو مش رسمي يا بدريه، شايف الغواش اللي في ايدك دي؟ بدل الغواش دي هتلبسي الكلبشات، وانا مش هعرف اعمل حاجه. انت مش هتعرف، انا بقى هعرف، وبدل المحامي هقوم 10. طب عشان خاطر يا بدريه، ابوس ايدك، ما تصغرنيش قدام الراجل. انا قلت له ان انت هتبوسي دماغه ونخلص الموضوع. والله لو حلفتني على الميه هتجبد منافذ اللي في دماغي، وهو اللي يجيني لحد عندي ويتاسف لي ويبوس دماغي ورجلي كمان. ويبوس دماغك ويبوس رجلك باماره ايه يا بدريه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب لو قلتلك يا بدرية إن في مصلحة جامدة قوي مع المحافظ، وإحنا عايزين نطوي الراجل ده تحت بطنة عشان يخلص لنا المصلحة، يبقى أقولك إيه؟ أقول ماليش دعوة غير بكرامتي، أنا كرامتي عندي بالدنيا وما فيها. طب لو قلتلك إن المصلحة دي بملايين الملايين، وإن هيجي من وراها رزق كبير قوي يسد عين الشمس، يبقى أقولك إيه؟ أعرف إيه هي المصلحة الأول، وأعرف مصلحتي في المصلحة عشان أشوف إذا كنت حبوس دماغه ولا حنست الكعب جزمتي على دماغ أمه. إيه ده؟ أنت خارجة ولا إيه؟ لا لابسة يا أخوي عشان داخلة الحمام. الله 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 الله، أنت بتتنوري عليا يا منيرة. أصلك يا أخوي شايفني لابسة، هكون يعني راحة فين؟ أكيد خارج. ماشي، طب خارجة راحة فين يا ست منيرة؟ راح أشتري شوية حاجات أنا والبت لواحز للبيت. ويعني هي حبكت تنزلي دلوقتي تشتري حاجات للبيت في نص الليل؟ نص الليل ايه يا تيفا، دي الساعه يا اخويا ما جاتش 9. خلاص خلصنا، مفيش خروج دلوقتي، يبقى انزلي بكره اشتري اللي انت عايزاه. جرى ايه يا حاج؟ انا يا اخويا لما اقول خارجه يعني خارجه. وانا قلت مش هتخرجي، يعني مش هتخرجي يا منيره. جرى ايه يا حاج؟ هو انت اخويا بتفكر تمد ايدك عليا ولا ايه؟ الست اللي تعصى جوزها ملهاش غير الضرب. ده لا عاش ولا كان ولا اتولد اللي يفكر يمد ايديها على منيرة. لا اتولد وعزمتلك وقلت مش هتخرجي، يعني مش هتخرجي. اوعى ايدك دي يا ناس، يا ناس الحقوني، يا ناس يا ناس، التوفيق عايز يموتني يا ناس. هي دي توفيق، حرام عليك يا ناس، الحقوني الحقوني يا ناس، التوفيق هيموتني انا والعيد اللي في بطني. يا الله 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 الله، يا بنت بتاع الانابيب. لو كان كده ماشي خلاص، انا هخلص لك موضوع الارض ده، بس ليه شرط؟ 10% من الأرض ومن أي حاجة تتعمل عليها. 10%؟ ماشي، بس يكون في علمك هتدفعي نصيبك زيك زينا. هدفع 5% بس ونصيبي هيبقى 10. تعجبيني شاطرة. أقوم بقى أكلم الراجل وروح نقابله. راجل مين اللي تكلمه؟ فضالي، الراجل اللي انت ضربتيه في محل الجواهرجي. نروح نبوس على دماغه ونصالحه. أنا مش هبوس على دماغ حد يا حبيبي. يبقى كده بدريه المصلحه مش هتتم، وحته الارض اللي عيني هتطلع عليها مش هشوفها. مالكش انت دعوه يا فتحي، الارض اللي انت عايزها هجيبها لك، وانا ليا نصيبي في الارض يا ستي. ماشي انا من